في حكاية الفيروسات الغامضة اللي منتشرة، وده طفل دخل مستشفى خد مصل او ما خدش، جاله ضمور في المخ، من ينقذه؟ يعني حتى المستشفيات اصبحت مراكز للإيذاء الصحي مش للعلاج، الناس مش عارفة تدخل وتتعالج، لكن كمان حتى اللي بيتمكن انه يدخل ويتعالج بيصاب بكارثة في مستشفياتنا، حالة الانهيار الصحي اللي انتشرت في المجتمع المصري. يوسف محمد طه كان طفلا رياضيا يمتلك المهارات البدنية والعقلية المميزة، وبين ليلة وضحاها عاد من مدرسته في غيبوبة مفاجئة نتيجة إصابته بفيروس لم يتوصل إلى طبيعته حتى الآن، حيث داهم عضلة القلب وأوقف نشاط الدماغ بغتة، فأصبح طريح الفراش فاقدا للوعي والأهلية، لا يذكر من الحياة شيئا. كان ماشي زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، فطران وكل حاجه، ماشي من البيت 7:15، 8:15 المدرسه بتتصل عليا ابنك وقع من طوله مره واحده. اللي حصل ليوسف ده في المدرسه، احنا كنا بنكتب عادي ورا الاستاذ بتاعنا وعادي، وكان بيهزر مع الاستاذ عادي، لقيناه فجاه مره واحده لقيناه يعني اترد لورا، والمستر نايمه على الارض عشان ما يشاش او اي حاجه، وجاوا المدرسين قاعدين يفوقوا فيه مش عايز يفوق. قعدت ارش عليه ميه كتير، مسكت ازازه رقيق في نفس الازازه كلها، وبس لقيناه مره واحده 1 2 3 ميس عندنا عملت له كذا حاجه عشان تفوقه، فما فقش، نقلنا بسرعه على المستشفى. جيت لقيت ابني هو والسرير حته واحده، قالوا لي القلب، عضله القلب متوقفه، قعدوا يعملوا له انعاش للقلب ومش عارفه ايه، في الاخر طلعوه على الرعايه. بيلعب في دوري البراعم، متسجل في اتحاد الكوره، لو طفل عنده القلب او عنده اي حاجه، ما كانش الحاجات دي كلها، الصيف اللي فات كان بيتدرب سباحه، يعني الامور دي كلها بالنسبه له ما فيش اي شيء. قالوا لي عايزين مصل كل يوم بجيبه ب 14000 جنيه علشان يقوي جهاز المناعه عنده. قام يوم واحد كلمني يعني لسانه تقيل جدا، قلت الحمد لله ورضيت بقضاء الله. بعد كده مفيش، عمل رنين على مغناطيسي على المخ، طلع ان في بؤرتين، البؤره بتاعه الذاكره والبؤره بتاعه الاعصاب، الاثنين متاثرين، مش فاكر اي حاجه، ولا مامته ولا باباه ولا اصحابه ولا مدرسته ولا اي حاجه. دمر عضله القلب، بعد ما كانت عضله القلب ما شاء الله كويسه وبيقدر يلعب بيها، بقى عنده قوة عضلة القلب بالنسبة له 30%، 30% مفيش أي مجهود، لسه هناخد علاجات. كل الدكاترة بيقولوا لي الحالة لسه قدامنا، من مش النهاردة ولا ده ولا ده، فوق سنة ولا 2 ولا 3. احنا خايفين عليه وعلى نفسنا، وخايفين من الفيروس المنتشر في الجو، وعايزين ان احنا نوقف الموضوع ده. انا خايف يحصل اللي حصل ليوسف ده، صاحبي يعني اعز عليا بكتير، انا حزنان عليه جدا، يا رب يطلع من المستشفى دي ويعيش تاني. انا ما كنتش متوقع اللي كان هيحصل ده. وزاره الصحه فين؟ فين المصل اللي هي قدمته والحاجات دي كلها؟ ما قدمتش اي حاجه. ولد رياضي 7 سنين بيتدرب، كان مع العالي ماهر في التدريب 3 سنين، اتنقل في بتروجيت 4 سنين، دلوقتي عنده فيروس، هو والسرير حته واحده، بقى موديه المدرسه زي الفل، يرجع لي جثه.